السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في لايف جديد من قناة الأهلي اليوم. ألف مليون مبروك على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف واحد، وده كان فوز تاريخي على الزمالك. بعد ما الأسبوع الأخير قبل المباراة شفنا السوشيال ميديا وشفنا الإعلام الزملكاوي كله بيهدد احمد مجاهد وبيهدد اتحاد الكوره وبيهدد اي حد عايز ياجل المباراه، وشفنا خالد غنوم طلع علينا بيهدد احمد مجاهد، وهي كان عرضناها في الفيديو السابق. ولكن الحمد لله الاهلي تغلب على كل الظروف، وانا بعتقد ان ده اصعب مباراه واجهت موسيماني من اول ما جه ضرب الاهلي في ظل 11 لاعب، او هنقول السته اللي كانوا بيلعبهم في المباراه الاخيره، سيبنا من الناس اللي بقالها سنه او ست شهور ما لعبتش. ولكن غياب الجبل اللي هو حارس المرمى محمد الشناوي، وغياب علي معلول ومحمد هاني وجايه وياسر ابراهيم وحمدي فتحي، دول كانوا من العناصر الاساسيه اللي كانوا على طول في الملعب ورجلهم في الملعب. ولكن الحمد لله شفنا اداء الاهلي ازاي، والاهلي فعلا بمن حضر، ودي مش مقوله بتتقال وخلاص. وعندنا ثلاث حاجات هم اللي اثروا في الماتش، في ثلاث عوامل اثروا بنسبه كبيره جدا في فوز الاهلي وهزيمه الزمالك. زي ما قلنا الاراده والثقه والغرور طبعا ادت بالايجابيه للاهلي وبالسلب على الزمالك، لان الزمالك كان عنده ثقه وبعد الثقه ده كان غرور. السوشيال ميديا طبعا الاعلام الزملكاوي كان مصدر له ان الاهلي محمد الشناوي هيخش فيه جوان كتير من غير محمد الشناوي، وان علي لطفي مش على المسار بتاع محمد الشناوي. ولكن الحمد لله طلع من نجوم المباراه محمد شريف وايمن اشرف وعلي لطفي، الثلاثه هم نجوم المباراه، ولعيبه الاهلي طبعا الباقي كلهم نجوم، بس انا بنختص الثلاثه دول اللي كان لهم دور مؤثر جدا في فوز الاهلي والحمد لله. طبعا احنا حذرنا قبل كده في الفيديوهات السابقه من مؤامره من احمد مجاهد ومن هنا بوريده انهم عايزين نصدرهم الحكم المصري علشان يسددوا الفاتوره على الاهلي يدفع الحساب ان المعزول اتشال من الرياضه المصريه او اتمنع من الرياضه المصريه. وقلنا قبل كده ان الاهلي مش هيدفع فاتوره ان المعزول بعد، فكان عايزين يحطوا الحكم المصري عارفين ان مجاملته للزمالك على طول وانه بيظلم الاهلي، ويدوا الدوري للزمالك ويثبتوا للمعزول ان هو من غيره الزمالك بقى كويس وان الزمالك خد الدوري. ولكن تاتي الرياح من الشاي السفن وان رباك اللي بالمرصاد، والحمد لله ربنا كل النجاح بتاع موسيماني، والحق طبعا هو اللي بيتصل في النهايه. شفنا السوشيال ميديا زي ما قلنا طول الاسبوع الماضي بيهدد الاهلي وبيقول ما حدش يعمل المباراه، حاجه المباراه. طب لو على النقيض بقى، لو الزمالك اللي عنده الغيابات دي وعنده ست غيابات مؤثره مش كان طالب بالتاجيل وكان قال انتم مش وطنيين والاهلي لازم والخطيب يقف مع الزمالك ولازم يقف مع الزمالك والامن فين، وكان اتكلم. ولكن الاهلي ما طلعش اتكلم على اي اصابات ولا اي شيء، وكان بيطالب بالتحكيم العادل او بيطالب بالحكم الاجنبي عشان ما يبقاش في اعتراضات عليها حتى لو اخطا. ولكن الاهلي برده ما سكتش، الاهلي عرف احمد مجاهد ان المباراه مراقبه من الفيفا وان هيودي شروط المباراه والمباريات السابقه قبل كده اللي الاهلي اتظلم فيها واللي الزمالك اتجامل فيها هيوديها للفيفا، يعني والدنيا هتبقى ضلمه عليكم. وطبعا الحكم محمود البنا راح له التحذيرات ديت مع انه برده عنده اخطاء كتير في المباراه، وكان في لعبات كتير اكتر من لعبه يسحق عليها انذارات لعيبه الزمالك، واكتر من لعبه تسحق فاول الاهلي، ولكن ما حسبهاش. هنقول ضربه جزاء يعتبر صحيحه، ولكن غلطته الاول انه ما صفرش ضربه جزاء على ما لعيبه الزمالك يتهجموا عليه، وكان لازم يدي انذارات للعيبه عشان هيبه الحكم. ولكن الحمد لله ان في الحق انتصر في النهايه. وعندنا اخبار كتيره طبعا وحصريه بالنسبه لنا بعد انتهاء المباراه، ولكن هنقول لكم دلوقتي ان سبحان مغير الاحوال رضا عبد العال بعد ما رجع من العمليه ربنا يشفيه تحول 180 درجه لصالح الاهلي وعلى كيان الاهلي واداره الاهلي، مع انه كان في سبب يقول خلاص دي الفرصه الوحيده ان الزمالك يقدر يهرس الاهلي فيها وبسكور زي ما السوشيال ميديا قال، وسمعناهم كلنا في الاسبوع اللي فات وسجلنا لهم حاجات في الفيديوهات اللي فات. هنسمعكم قال ايه لعيبه الزمالك وفرم لعيبه الزمالك وكارديرون، ونرجع لكم تاني النهارده. كابتن يعني انت هتبقى بالراحه ولا هتشد شويه؟ لا هشد ده النهارده لازم يبقى في شده بجد، لان لازم تبقى عوده. انا هقول لك بس معلومه النهارده بعد فوز الاهلي ان النادي الاهلي فاضل له ثلاث مباريات مؤجله. ماشي يا كابتن، بعد النادي الاهلي خد الدوري مباراتين مؤجلتين. اسمع الكلام، سموحه بعد ماتش النهارده بعد ماتش النهارده النادي الاهلي لازم ياخد الدوري
لان الزمالك ولاعبته بتفرط في اسهل دوري، لانك انت النهارده لو كسبت خلاص النادي الاهلي هيخش في مشاكل وهيخش مع موسيماني في مشاكل واللاعيبه. ده النادي الاهلي ناقص فرقه هتكسبه امتى؟ نادي الزمالك مش ناقص حد، كسفوا على دمكم كلاعيبة نادي الزمالك، اتكسفوا على دمكم. اللي بعد كده هيتكلم على فلوس، انا اللي هروح له فلوس. ايه اللي انت عايزها؟ تجديد ايه ب 17 و20 مليون؟ انت جايبينك وبنطبطب عليك وعمالين ندادي فيك عشان ماتش النهارده. النهارده الشوط الاولاني الزمالك بيشحط كوره، الزمالك بيشحط كوره. النادي الاهلي تلات ارباع قوته غايبه النهارده. ده انتوا لو الناس بتفكر في الملعب تشوت من نص الملعب على علي لطفي اللي النهارده هو ومحمد شريف طبعا الشوط الاولاني كل لعيبه النادي الاهلي الا بسيط احمد بيكم هو اللي كان قليل، انما كل لعيبه النادي الاهلي كلها كانت فايقه الشوط الاولاني وكان لازم يكسبوا 3 4 الشوط الاولاني. كام فرصه ضايعه؟ انتوا ما حسيتوش على دمكم يا لعيبه الزمالك؟ انتوا وراكم جماهير بالملايين. انا لو من جمهور نادي الزمالك دلوقتي لازم اعمل قطيعه على اللعيبه دي، ولازم لعيبه تمشي، وفي لعيبه والله العظيم لو مشيت ما هتلعب درجه تانية، والله العظيم انا بحلف لك، انا بحلف لك يعني منجمينهم على الفاضي. ايه النجوميه اللي على الفاضي دي؟ ايه النجوميه الوهم ده؟ انت النجم هو ماتش الاهلي والزمالك، الراجل التقيل، واسال اتنين كباتن وهم قاعدين. كل ماتشات الدوري زي النهارده مثلا محمود علاء في ماتش مش عارف يحطها لك كده، وماتش ايه يحطها لك كده، ويعمل لك كده ويعمل لك كده. طب النهارده احنا عايزينك تحطها اي حاجه جول، ماتش زي ده احنا عايزينك تحطها جول، واخد بالك؟ انت جاي بس في ماتشات اللي هي الغريبه يا كابتن، ان جماهير نادي الزمالك بما فيهم النجوم سواء نجوم الفن والاعلام. امبارح استاذ عمرو اديب وهو بيتكلم يعني كان متاكد متاكد ومتفائل ان الزمالك كان هيكسب. الاستاذ عمرو بيقول له معايا قصه ايه بعد ما انا سمعته امبارح وبيقول لك الحته اللي هي ناحيه الشمال دي لا انا هوصف لك الدكتور طارق حلمي اللي عمل لي العمليه، هديك رقم تليفونه شوف لك الحته دي فيها ايه. من البطين الايسر عنده ده دي وهم. بص لعيبه الزمالك ما بتسترش، اسمع اللي انا بقول لك عليه، ما تراهنش عليهم والله العظيم. الكلام ده كنت تراهن عليهم في التسعينات. استاذ عمرو خد الرقم بقى من انا هديك يا استاذ عمرو، انا بجي لك مخصوص يا استاذ عمرو اديك الرقم ده يا بروفيسور الاستاذ الدكتور طارق علي، لان الحته دي كده طلعت كدابه. ما تراهنش يا استاذ عمرو على لعيبه الزمالك الفتره اللي جايه دي خالص. فانا بقول بجد حرام عليكم يا لعيبه الزمالك، منكم لله نكدتوا على بص كل زملكاوي الفتره اللي فاتت دي كان عارف ومتاكد ان الزمالك هيكسب 3 4. يا راجل ده جبل اسمه محمد الشناوي مش واقف، هتكسبه امتى؟ هتكسبه امتى؟ ده انا شوط من نص الملعب، ده ما فيش شوطه راحت عليه. بعدين عايز اقول لك بقى للترشاجي اللي هو ماسك بقى، الترشاجي اللي هو ماسك نادي الزمالك، انت شايف من اول ربع ساعه النادي الاهلي مستحوذ وماسك نص الملعب ونص الملعب مسروق منك، ما تغير زيزو، نزل جد التاني. انت شايف كده؟ انت مستني يخش ده النادي الاهلي كان الشوط الاولاني يطلع خمسه، يطلع خمسه. وبعدين ان انت هو قران ان انت ما تغيرش الا بعد تلت ساعه ولا نص ساعه من الشوط التاني، هو ده قران في الكوره؟ ولا انا شايف فرقتي فيها خلل وفيها هروب، كل اللعيبه بتهرب من الكوره؟ انا هكلمك في كل ده كله كابتن، بس انا عايزك تاخد بس هقول على حاجه بس عشان مش عايزك ايه رايك في جنش؟ بص الظلم وحش، الظلم وحش. جنش المفروض كان يقعد من بعد ماتش الترجي، مفيش جون في العالم يغلط الغلطه بتاعت هدف الترجي ده اللي هي كانت نتيجتها خروج نادي الزمالك بالبطوله دي ويجي يقف تاني. فده نهايه الظلم. ريح بقى عشان انت مش عايزين انا هاخد بقى نفسك. رجعنا لكم تابع. طبعا احنا بنستشهد من واحد من اللي كانوا بيهاجموا طبعا لعيبه الاهلي وبيقول دايما لعيبه الزمالك اعلى فنيا واعلى من الاهلي، وان موسيماني اقل من كاردرون، وان موسيماني مش على مستوى الاهلي. لا موسيماني حالا بيضرب الزمالك ضربتين ورا بعض في النهائي الافريقي، بيفوز على البطوله على باتشيكو، وحالا اللي كانوا بيقولوا الكعب العالي بتاع كاردرون على الاهلي او على موسيماني لا هو افشل النظريه ديت. وفي نفس الوقت كانوا طالعين السما بجنش اللي مستواه ما يهلوش يلعب في الزمالك اصلا ولا في المنتخب، وكانوا بيقولوا انه كعبه عالي على الاهلي وانه ما خسرش قدام الاهلي. فطبعا الموسيماني والاهلي طبعا قضى على النظريه الفاشله ديت اللي هم بيصدروها لاعبتهم، وده كان طبعا زي ما قلنا عامل سلبي على لعيبه الزمالك، وطبعا كان عامل ايجابي ان ادالهم الاراده وادالهم القوه والشحن المعنوي ان هم يتغلبوا على النقص
وطبعا اي حد زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال اي حد بيلبس تيشيرت الاهلي يبقى على مستوى الاهلي، وما عندناش لاعب احتياطي ولاعب اساسي، هي بتفرق بس باللي لاعب بيبقى رجله في الملعب ولاعب بيبقى ايه ما بيلعبش كتير، ولكن طبعا دي دور المدير الفني ودور المعد البدني ودور الواحد زي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اللي برضو اتكلم معاه علي لطفي قبل المباراه وحاسس ان هو مش اقل من الشناوي ولا اقل من اي حد، وان انت راجل جبناك الاهلي عشان انت على مستوى الاهلي، وقد كان الحمد لله ان علي لطفي كان على قد المسؤوليه، فطبعا الحمد لله الاهلي اتغلب على المؤامرات وعلى النقص العددي وعلى كل شيء، وربنا يستر على المباراه اليوم 10 مايو ويبقى فيه عداله شويه. احنا مش هنقول ان محمود البنا ما كانش عادل، بس كان بنسبه كبيره جدا متغاضى عن حاجات كتير، كان ممكن يطرد محمود علاء لانه زي قفشه من غير كره، وكان ممكن يدي انذارات في اي لعبه في لعبات كتير، ولكن الحمد لله ربنا دايما ملحقه ونصر الاهلي في النهايه. طبعا عندنا اخبار كتيره هنسيبهم ورا بقى، وطبعا الاهلي خلاص داخل يوم الاربعاء عشان مباراه سموحه، وقلنا ان الخبر جاي لنا ان موسيماني بيشتكي لاداره الاهلي بيقول لهم 7 مباريات في 22 يوم ازاي ولسه طالع مباراه الاهلي، فطبعا برضو اتحاد الكوره مش هيقدر يعمل حاجه، الله اعلم ممكن ياجل ماتش ولا حاجه في النص، وبعدين هيلعب كمان اللي في ظل الراجل ده هيلعب مباراه الزمالك كمان اللي جاي. وطبعا زي ما قلنا النهارده ظهرت سلبيه مسحه محمد الشناوي، سبحان الله مغير الاحوال، يعني كان ده يمكن لحظ علي لطفي ان هو يلعب المباراه ويبين للناس مستواه ويجدد الثقه في نفسه وفي وللناس اللي كان فاقد الثقه فيه، والحمد لله كده اتاكدنا ان علي لطفي لا يقل عن اي حارس كبير في المنتخب او في مصر. اخبار تانية طبعا ان الاهلي ان الزمالك قرر يجمد نقول طارق حامد، وقرر يجمد علاء محمود علاء بعد الاخطاء الفادحه اللي الجنون يعتبر منه وضيع ضربه جزاء كمان. فطبعا شيكابالا زي ما قلنا دخل في بكاء بعد المباراه وكاردون حاول يهديه ولكن دون جدوى، وزعل اللعيبه برده قال لهم دي مش قد المسؤوليه، كل واحد بيلعب لنفسه. الحمد لله اللي احنا قلنا قبل كده ان اللعب الجماعي بيتفوق على اللعب الفردي ايا كان، والاهلي بيتفوق باللعب الجماعي والفردي، ولكن الفرديه ما بيخليها في اطار الجماعه، ومع ان لعيبه الاهلي لا تقل في الفردي عن لعيبه الزمالك ولا في المهارات الفرديه، ولكن الاهلي ما بيتكلمش كتير في السوشيال ميديا، هم بيسيبهم يتكلموا ويصدروا لعبتهم الغرور والثقه الزايده اللي بتؤدي في النهايه الحاجات السلبيه. اخبار كتير عندنا برضو ان الكابتن حسام البدري خبر عاجل لسه نازل، قرر يعطي الاشاره المنتخب للكابتن محمد صلاح بالاتفاق مع اللعيبه القدامى اللي هي تستحق الشار زي احمد حجازي والنني وعمرو السليه والناس اللي تستحق الشار، واللعيبه قبضت ترحيبهم، وبعدين بيقول احنا داخلين على منعطف تاريخي ومنعطف صعب جدا، خلاص وصلنا لكاس الامم الافريقيه في الكاميرون، وبعد موضوع كاس العالم هيبقى صعب جدا، المجموعه حتى بتاعتنا صعبه، ولو صعدنا هنخش مع فرقه كبيره من الخمس فرق الاوائل في القاره الافريقيه زي الكاميرون مثلا والمغرب وتونس وساحل العاج والفرق الكبيره، فبرضو احنا دي خبر بنقوله مش عارفين احنا معاه او ضده، برضو محمد صلاح يستاهل انه يبقى برضو كابتن المنتخب ويمكن يديه حافز ويرفع من روحه المعنويه. طبعا اخبار كتيره عندنا برضو ان الاهلي طبعا مفيش مكافات استثنائيه والزمالك عقوبات، وداخل الزمالك هيلعب يوم الخميس مع سموحه، برضو في ابو جبل خلاص هيلعب مكان جنش، واللعيبه اللي كانت قاعده على الدكه هتلعب، وكاردرون طبعا النظريه اللي كانوا الناس بتصدرها الزمالكاوي اللي بتصدروها ان كعبوا علي الاهلي خلاص قضي الامر، ما عادش لا في نظريه كعبوا علي لا هو ولا قلنا قبل كده جنش ولا اي لاعب كعبوا علي الاهلي، الحمد لله ان ربنا تمها على خير، وكان ممكن الشوط الاول الاهلي يطلع فايز بسكور باربع خمس اهداف غير الهدفين غير الهدف اللي سجل الهدفين اللي سجله محمد شريف في اول ثلاث دقائق مضيع فرصه، وحسين الشحات وطاهر كل واحد ضيع فرصتين في الشوط الاول، ولكن برضو الحمد لله الاهلي قدر يتدارك وفاز على المباراه من اصعب المباريات للنقص العددي والمؤامره اللي كان بيحقها اتحاد الكوره، ما فيش مباراه صعبه على الاهلي ولكن نقص عددي لاول مره ان يبقى في نقص عددي بالطريقه دي. بشكركم جميعا وادعوكم للمشاركه في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.